الإحساس غريب جدا إن أنت فوق ومتعلق كده. قبل ما نبدأ ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أنا قلت أني أطلع برا المدينة ونصور في الطبيعة بتاعة أندونيسيا خارج المدينة. ده اسم المكان. دي يدو هلنا. ده الاي دي بتاعي النهارده. كنا بطاقة التعريف. ندخل بقى جوه. سلام. يلا بينا بقى نطلع. نشوف في ايه في المكان ده. في جامع فوق وبيوت. شوف لما تكون ساكن في مكان زي ده. اهلا بكم في اندونيسيا. يلا بقى نطلعوا. يا رب بس يكون الكوبري ده ماسك نفسه. بس بقى الجمال. طبعا دي بتبقى اماكن للتصوير عشان الانستجرام. لكن الطبيعة يا أخي نفسها الطبيعة جميلة. زي ما الأغنية بتقول عش العصفورة يقضينا. هو ده بقى عش العصفورة. طبعا ده حديد مش خشب. بس الحمد لله أمان. البيت الصغير ده شبه بيت الأقزام اللي في سنو وايت. يلا بينا بقى. زي ما قلت لك بص هو المكان اصلا ايه مفيش حد. ودي احسن حاجه برضه عشان الواحد يعرف ايه يصور بنفسه لوحده. يلا بينا. بس لازم نوطي. هو الواحد طويل مش عارف ايه اللي هم اللي عاملين السقف واطي. هو تقريبا عاملين بص الخص ده في السقف. انا مش عامل زوم يا جماعة. انا يدوب السقف داخل في دماغي. ودي بقى هدايا تذكارية اندونيسية. طبعا انت ملاحظ اسماء الله الحسنى المكتوبة بالعربي قدامك. شايفين بقى دي هم عندهم عشان الاغلبية مسلمين فاللغة العربية برضو مأثرة في الثقافة بتاعتهم. دي بتميز جزيرة مادورة. اللون الابيض في الاحمر ده الزي الشعبي لجزيرة مادورة او اللي هو الشعب المادوري اللي هم اسمهم المادورانيز. التورين بقى دول في رياضة تقليدية موجودة في جزيرة مادورة بس وهي سباق التيران او سباق البقر. بيبقوا اتنين تورين كده مربوطين ببعض وفي خشبة ما بينهم بتربطهم
والراجل اللي هو اللي واقف فوق ده، ده السواق بتاعهم وبيعملوا سباق. السباق ده لغاية دلوقتي لسه بيعملوه سنوي، بس السنة دي اتلغى بسبب كورونا. ان شاء الله اول ما يرجع هحاول ان انا اصوره لكم. المكان ده يصلح لصور انستجرام، واضح ان هم عاملينه علشان كده. ده مصباح اندونيسي. انا بخاف من المرتفعات، بس لما شفت دي قررت ان انا اجربها. فتعالوا بقى ايه نجرب. بسم الله. بحاول ان ابص الشحن. الاحساس غريب جدا ان انت فوق ومتعلق كده. وعلى فكرة بقى طلعت مجانية، فأنا لو عليا ممكن إن أنا أقعد طول اليوم إن أنا أقعد ألعب بيها. أنا أصلا بخاف من المرتفعات، وكنت متخيل إن أنا أول ما هطلع عليها بدأ قلبي يدق شوية وتهيألي إن أنا هقع أو إن أنا عايز أنط. طبعا الحالة دي بتجيلي كتير لما أكون إن أنا في مكان عالي. أي حد بيخاف من المرتفعات فاهم القصة دي، بس أنا حاولت على قد ما أقدر إن أنا إيه ما أبصش تحت رجليا. ولكن التجربة مثيرة وممتعة جدا، وياريت اي حد لو لقى الفرصة ان هو يجربها. اتمنى ان انتوا كلكم تجربوها. دي شجرة بابايا زرعينها. دي بابايا بس لسه ايه ناشفة. هعمل لكم فيديو قريب عن الفاكهة الاستوائية. كل ده بامبو. كل البنا ده بامبو. بس عاملينه ازاي؟ طبعا البامبو جامد تقيل. يعني بص حجم بتاع الخشبة. ده برضو البيوت التقليدية الأندونيسية بتبقى كده بنفس البنى. اللي راح فيكو أي قرية في أندونيسيا هيشوف الشكل ده كتير. ولكن طبعا مع تقدم الزمن بقت فيه طرق حديثة للبناء.
ولكن انا شفت بيوت من جوه مبنية كده. البيوت الحديثة بتبقى زي ما انتوا شايفين قدامكم، تبقى طوب ابيض والسقف زي ما انتوا شايفينه، ومن جوه بقى ممكن عروق خشب هي اللي بتكون شايلة السقف. ده طبعا بالنسبة للبيوت التقليدية، احنا يعني بنتكلم عن البيوت التقليدية. في طبعا، لان في طبعا بيوت مودرن طلعت يبقى فيها عمدان وتبقى بحديد بخرسانة لان البنى اتطور على مدى السنين. بتلاقيهم في القرى قاعدين نفس القعدة دي بالظبط جوه، ساعات بقى بيعملوا لها سقف زي ده، وساعات مش بيعملوا لها سقف، بيبقى منها كده للشمس، بيبقوا يقعدوا عليها يتكلموا عليها ياكلوا عليها يشربوا عليها، ساعات بتلاقيهم نايمين عليها. كل واحد بيبني قاعدة زي دي قدام البيت، مصطبة كده زي دي قدام البيت، ان انت يكون عندك بره البيت او عند بيتك بره مكان تقعد عليه او تريح عليه، او لو جالك ضيوف كده او حد صاحبك، بدل ما ان انت تقعدوا جوه البيت، وبدل ما تروحوا على القهوة لا انتوا تقعدوا في مكان زي ده. طبعا ده بامبو بيستحمل يا جماعة، ده قوي. ده بقى مثال تاني، الاولاني كان معمول بمسامير بس ده مربوط بقى بحبال. ده برضو مثال تاني للرابطة. ده بقى مصلى، بيكون زي مسجد صغير علشان الناس تصلي فيه. وبالمناسبة بتلاقي فيه، المفروض ان بيكون فيه اسدال بتاع سيدات هنا، طبعا الحاجز ده عشان تصلي. لو في واحدة ست المفروض بيحطوا هما اسدالات اللي عايزة تصلي ومعهاش مثلا اسدال تقوم لابساه. وبالمناسبة كل بيت في اندونيسيا في جزء منه بيكون اسمه مصلى، او اوضة بتبقى مصلى كل اهل البيت بيصلوا فيها او الضيوف، بيكون مكان مخصص للصلاة. وده الفانوس السحري بتاع علاء الدين. وفي مرجحة هنا بقى، شايفين المرجحة دي؟ انا هطلع عليها بقى دلوقتي. كده يكون الفيديو بتاعنا خلص. اتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا بالفيديو، اكتبوا لي رايكم في التعليقات، ما تنسوش اللايك والشير، الناس اللي هي ما اشتركتش في القناه تشترك، ونشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.